بسم الله الرحمن الرحيم. صح ناديو يستحق يستحق ويستحق ويستحق يعني ثلاثة مرات ومش خسارة فيه. ونادي هذا لأمي وبابا صح قبل كل شيء والجمهور العزيز والغالي هذا كما تشوف يعني فرحنا جهة كاملة والحمد لله يا ربي وفقنا ربي تعب عام مش خسارة والجاي خير إن شاء الله. والله العظيم احنا مأمنين بالفوز من معنا الحمد لله توفيق عند ربي صح قبل كل شيء وخدمنا وترينينا يعني وحضرنا كل شيء 100%. وكما تشوف يعني على عينيكم كانت 50-50 الماتش ما كناش خايفين نعرفوا الترجي يعني مش معنا مش يعني مش نحكي على الترجي يعني الترجي جمعيه كبيره ونادي كبير وغول افريقيا بلغتنا يعني وكنا حاضرين احنا زاد عندنا جمعيه باهيه وفقنا ربي هزينا كوب ونستاهلوا خدمنا على الروح كما تشوف يعني نقول لك الحمد لله ربي عندنا وليدات صغار وزيد يعني عندنا الكوتش خدمنا في خدمه صحيحه خدمه باهيه كما قلت لك يعني جمعيتنا جمعيه باهيه والاداره ماهيش مقصره معنا زاد والجمهور العزيز يساهم ويتابع فينا لاخر دقيقه الحمد لله يا ربي وفقنا ربي هزينا كو وفرحنا بلاد كامله وجهه كامله وجمهور تقعد في البيت تقعد في البيت الحمد لله كما قلت لك يعني الواحد بالنسبه لي اول مره نزف فينال يعني كاس تونس يعني حاجه هذه في التاريخ تقعد لي مش في البال يعني فهمتني وربي يسهل في كل ما هو سيء محب منا ولا من 2010 يعني نصور هما فرحه كانت فرحه يعني كما قلت لك ابار الجمهور هذا اللي جاء تابعنا جمهور برشا يعني 15000 وشويه وبار يعني جهه كامله استنى فينا باجه والحمد لله يا ربي ما تعبنا مش خساره فرحنا بلاد كامله وجهه كامله والجمهور العزيز الغالي يستاهل كل خير هذا.